إيمانا بأهمية تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية والتي تعتبر أولوية وهدفا محوريا، يتطلب تهيئة مقدمي الخدمات في الصفوف الأولى عبر تزويدهم بالمنهجيات العلمية والمهارات التطبيقية اللازمة. أطلق معهد الإدارة العامة بيبا برنامج خدمة العملاء في نسخته الثالثة، والتي تأتي مواكبة للأجندة الوطنية والتطلعات الحكومية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد نجم سالمين، مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة بيبا. مساء الخير سيد نجم، وبداية لو تحدثنا عن البرنامج وكيف من الممكن أن يرفع من كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية. مساء النور أختي مريم، شكرا على الاستضافة. طبعا أول شيء هذا البرنامج احنا فخورا فيه أنه مصمم على احتياجات البحرينيين، يعني هو برنامج ما استوردناه من الخارج، صممنا بناء على دراسة احتياج حق الواقع البحريني. هاي أول شيء. الشيء الثاني اللي صمموه بحرينيين، فكل الكيس ستديز والأمثلة والإكزامبلز اللي موجودة فيه، القصص العملية كلها تحاكي الواقع البحريني. يعني احنا نقول الكاستمرز اللي موجود عندنا في البحرين ترى مختلف عن الكاستمر أو المراجع في أي بلد ثاني، مختلف عن اللي موجود في أوروبا، مختلف عن اللي موجود حتى يمكن في المنطقة حوالينا. فراعينا في عملية هاي البرنامج، يعني في تصميم هذه البرنامج، خصوصية البحرين، خصوصية الناس اللي فيها. طبعا أهم شيء من أهم مميزات هذه البرنامج إنه يركز على جانبين. عادة في الدورات في التريننج الناس تروح كلها تقول لك أبي شنو بتعلمني أو شنو بعرف. أنا بعطيك معلومة صحيح، لكن المعلومة إذا ما يمشي معها في نفس الوقت ممارسات تطبيقية براكتيكال، ما منها فايدة. نعم. إذا أنت تدخل تريننج وما عندك شيء تروح تمارسه عقب، ذيس نوت تريننج. هاي خلينا نقول تعلم، معلومات بتحطها في راسك أوكي مع الوقت ممكن تنساها، لكن لما أعطيك تكنيكس حق التعامل فعليا هذه ما نقدر نسميه تأديب. فهم برنامجنا مركز على أشياء براكتيكال يطلعون فيها موظفي الخطوط الأمامية ومقدمي الخدمة بأشياء تطبيقية يقدر يتعامل فيها ويستخدمها في كل يوم في كل لحظة مع المراجعين. نعم سيد نجم، كيف يمكن للموظف الحكومي الالتحاق بهذا البرنامج؟ الالتحاق عن طريق تسجيل في موقع معهد الإدارة العامة من خلال المخولين أو مسؤولين التدريب في الوزارات والجهات الحكومية، فهم يعني يتعاملون معنا حلقة الوصل. وممكن الناس أو المهتمين في البرنامج يدشون على موقع بيبا والويب سايت مالنا بيلاقون ديتيلز وتفاصيل أكثر. نعم تفضل. نعم. سيد نجم، يعني يمكن من افضل ما يميز هذا البرنامج انه هو مو اتندنس. يعني عاده البرامج انك تحضر 3 ايام يقول لك انت اجتازيت هذا البرنامج، لكن برنامجنا هاي فيه نقطه قوه حقيقه وايد جميله. نعم. عشان تتخرج لازم تقدم مبادره لتحسين خدمه العملاء عندك في الوزاره او في الجهه او في اي مؤسسه انت قاعد تشتغل فيها. المبادره لها ستراكشر معين، انت الحين صار لك سنه سنتين شهر شهرين في المكان، اكيد عندك ملاحظات حق التحسين. احنا نعطيك الجايد لاين والتولز اللي تمشي عليها واحده واحده عشان تحول هذه الفكره من شيء قدام عينك قاعد تشوفها كل يوم الى حل منطقي، مبادره تروح فيها حق مسؤولك حق جهه العمل مهما كانت بساطتها، لكن في النهايه ممكن هي تحسن من خدمات العملاء ومراجعينك داخل الوزاره. طبعا البرنامج هالمره صار في احنا نقول نسخه ثالثه، لان اليوم مع الازمه الحاليه مع كوفيد اللي قاعد نمر فيها كثير من الخدمات. قبل كنا نستقبل المراجعين الى ما نهايه طول اليوم، احنا صرنا اليوم المراجعين ما نستقبلهم، صرنا نتعامل معهم اونلاين بالايميل بالتليفون. فطبيعه البرنامج ايضا بعد ومحتواه تغير بما يناسب هذه المرحله واحتياجاتها. نعم السيد نجم سالمين، مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.